انتهت المهلية اللي حددها مصرف لبنان لإعادة رسملة المصارف، فكيف تجاوب القطاع المصرفي مع هالمتطلبات؟ شو مستقبل هالقطاع بلبنان؟ كيف تتم إعادة هيكلته ليساهم بانطلاقة جديدة للاقتصاد؟ هل هناك إمكانية لاستعادة المودعين أموالهم من دون خسارة؟ وشو السيناريوهات الناطرة ودائعهم المحجوزة؟ وشو فينا نتعلم من بلدان مرقت بأزمات مشابهة واستطاعت الخروج منها؟ مصرف 2030، عنوان حلقة 2030 مع ألبير كوستانيان، وبيستضيف وزير المال القبرص السابق مايكل ساريس يلي رح يطلعنا عن تجربته بإدارة الأزمة المالية والمصرفية اللي أصابت قبرص. المصرفي والوزير السابق عادل أفيوني، مدير عام الأسواق الناشئة بشركة بلاك روك الدكتور عامر بساط، كبير الاقتصاديين ورئيس اسم الأبحاث ببنك عودي الدكتور مروان بركات، الباحث والمستشار المالية مارغريت تشامي. 2030، 2 10 إلى 3 مباشرة على LBCI.